الفيديو ده هقول لكم خلاصة الحاجات اللي انا جربتها الميك اب، اجمد حاجات بجد جربتها، سعرها رخيص حلو قوي، وكمان عايزه اقول لك ان هي تعتبر من افضل الحاجات اللي الكواليتي بتاعها حلو قوي وسعرها رخيص قوي، وكلها في رينج تقريبا تحت ال 100 جنيه بكتير قوي، تمام كده؟ فالحاجات دي بجد هتعجبكم قوي، ولما تجربوها بجد هتعرفوا قد ايه هي حلوه رخيصه ونينجا زي ما بيقولوا. بس عايزه اقول لكم بقى شجعوني، لان بجد عايزه اليوتيوب اللي انا اتشجع، اللي انا ابدا اعمل لكم فيديوهات اكتر، لان لما بحس ما فيش تشجيع كده برجع اتكاسل وانزل اكتر على فيسبوك وانستجرام وباقي الحاجات. فعايزاكم تشجعوني بحيث ان انا انزل هنا على يوتيوب اكتر، لان انا بموت في جمهور اليوتيوب لان هو اول بدايتي. فعايزه اقول لكم بحبكم قوي لو معايا حد من زمان. ويلا بينا خلينا نبدا الفيديو، مش عايزه اطول عليكم، مش عايزين ننسى اللايك والسبسكرايب على الزر الاحمر تحت. يلا اول حاجه معانا وهي الباودر جي من ام ان. جماعه جامده قوي جامده قوي، وبصوا اللون بتاعها شايفين على اصفر، يعني حلو قوي. اللي على الاصفر ده بيحسسك ان في اضاءه كده تحت العين، لو عايزه كمان تعملي بيها زي اضاءه او حتى تثبتي بيها. فبجد من اكتر البودر اللي كانت رخيصه بس حرفيا جامده جامده جامده، هتحبوها قوي. وكان سعرها ما كانش غالي خالص، سعرها كان رخيص. حاول انا اكتب لكم الاسعار في صندوق الوصف، فتقريبا سعرها كان في حوالي 45 50 جنيه حاجه كده، بس بجد حلو قوي. الدرجه اللي معايا دي عايزه اشوف لكم الدرجه دي 06، حلو قوي وعلى اصفر. وبصوا هي من جوه بتكون عامله ازاي، شايفين معاها الاسفنجه ديت، بحب قوي، بتثبت لي الميك اب كويس جدا. وكمان لونها اللي على اصفر ده زي ما قلت لكم بيدي اضاءه حلو قوي. خليني كمان اوري لكم اللون من جوه، يا رب ما تتقلب يا رب ما تتقلب. المهم عايزه افتحها، مش عارفه يا جماعه افتحها ايه. طب استنوا، شايفين اللي طالع اهي، شايفين لونها، لونها على اصفر، فهيعجبكم قوي. الاسفنجه بتاعتها خدت دلع، ناعمه ناعمه قوي، جميله جدا جدا بجد، من احلى البودر اللي انا جربتها الفتره الاخيره، فعايزاكم تجربوها هتعجبكم. دي لوز باودر يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. فخلينا ندخل على بعض. تاني حاجه وهو مثبت الميك اب ده يا جماعة، أنا كنت بنزل الشارع حاطة ميك اب، برجع آخر اليوم بدون ميك اب، فهو بجد لا بيثبت بيثبت. مش هقولك 100% الميك اب مش هيتحرك، لكن هقولك بنسبة 60-70% هتلاقي الميك اب موجود. أنا واحدة من الناس اللي وشها بيبلع الميك اب كده، خلاص أنا نزلت الصبح رجعت بالليل فين الميك اب؟ مفيش ميك اب، أنا أصلا مش حاطة ميك اب تقريبا. فهو لا بيثبت، هو بيثبت، وسعره رخيص، سعره كان 60 جنيه. بس انا عايزه الفت نظركم لحاجه، شايفين اللي فيه ديت لونها ايه؟ لونها ذهبي، عرفت اللي هو في منه ذهبي وفي منه فضي. ايه الفرق بقى؟ كنت شايفه حد مجرب كده، فخليني اجرب لكم. بصوا لما بنعمل كده كده كده، بصوا شايفين اللون بتاعه، شايفين اللون، ايوه هو ده لونه. بيقول لك بقى يعني بيتقال ان اللون بقى اللي هو هنا فضي ده للبشره الفاتحه، اما ده للبشره اللي هو بشرتك سمراء او كده جيبي اللي هو الذهبي. انا بصراحه ده كان بيثبت لي حلو، بس في بنات بتقولي اللي هو يعني ايه بيغمق، بيحسسها ان الميك اب اغمق. فانا عشان برشه من بعيد وكده ما كنتش بحس قوي بالموضوع دوت. فلو انت عايزه تركزي في الموضوع ده وبتحطي فول ميك اب او حاجه، فركزي في الحوار ده، اللي انت تجيبي اللي هو يكون لونه فاتح، لو بشرتك فاتحه تجيبي اللي هو لونه ذهبي لو بشرتك غامقه. اتفقنا على كده؟ فبجد من الحاجات الجامده اللي انصحكم بيها وبتقعد فتره طويله قوي. يعني نيجي للي بعده يا جماعه، الكونسيلر الجامد ده، ده عارفين سعره كام؟ 25 جنيه. بصوا في ايه؟ في هايلايتر كده اضاءه كريمي، استنوا والله اللي وريها لكم، جامده جمدان بطريقه، استنوا بصوا اللي هي اللمعه الطبيعيه، اللي انت لو عايزه تنزلي بالنهار، عايزه اللي انت ما تبقيش حاطه جليتر كده في وشك ومش عارف ايه وتبقي بتبرقي، تستخدمي حاجات من الحاجات اللي انا حبيتها قوي. بالنسبه بقى للكونسيلر بتاعه، عايزه اقول لكم اللي هو الحلو فيه اللي هو لونه غامق، لونه غامق، فلو حد عنده هالات هيكون، وعلى اصفر، وعلى اصفر يا جماعه، لونه غامق وعلى اصفر. بصوا بس ليه عيب،
خفيف قوي، عايز استخدام يومي بس بسيط كده، تمام. لكن ما ينفعش لو انت عايزه تحطي ميك اب بقى وعندك مناسبه، لا هو مش هيكون مناسب، هو خفيف قوي. يعني بعد ما بتوزعيه بتحس ان انت يكاد يكون مش حاطه حاجه، اللي هو خفيف قوي، كنسل الهالات كده بشكل خفيف، فاهماني؟ الجنب بتاعه ده جامد قوي، وكان سعره زي ما قلت لكم 25 جنيه، وهو روزبيري، اسمه روزبيري النوع بتاعه، فكان من الحاجات الجامده اللي هتعجبكم لو انتوا بتحبوا المميزات اللي انا قلت لكم عليها. بعده يا جماعه الروج دوت، الروج ده خليني اقول لكم عليه حاجه. بصوا لو لقيتوه بسعر عالي زي ما في ناس دلوقتي حاليا بتبيعه ب 120 جنيه، لا هو سعره اقصى حاجه انا جايباه ب 55 واقصى حاجه 60 جنيه. لو كده هيبقى جامد معاكي وهيبقى حلو بصراحه. الروج او الملمع بتاعه لا انا بشوف حلو قوي، والدرجات بتاعته كويسة وثباته معقول وكل حاجة، بس مش لدرجة 120 جنيه يا جماعة. لو لقيته ب 60 جنيه رأيي اللي انتوا تجيبوه حلو قوي، اللي هو الدبل. الدرجة اللي معايا دي درجة 210، خليني اعمل لكم منها تجربة كده، استنوا اهي دي التجربة بتاعتها، اللون بتاعها تمام كده، ثبتها يعتبر معقول. وهقول لكم على حاجه كمان ارخص منه وجامد قوي يا جماعه بحبه، استنوا ثانيه واحده. بصوا ده يا جماعه برضو من مايت سينما، ده الدبل تمام، وده اسمه الجوهره. الجوهره ده جامد، استنوا، الجوهره ده حرفيا ثابت وجامد انا تقريبا درجات الروش كلها قريبة من بعض، شايفين يا جماعه اهو تقريبا. بصوا لا والله ده على اورنج وده شويه على ايه، على بني مش عارفه، قولوا لي انت على ايه. المهم ان ده 212 تمام كده، فده بجد جامد قوي. لو لقيت الجوهره جيبيه بجد، تحفه تحفه تحفه، من الحاجات اللي هيعجبك قوي. وحاليا سعره بقى من 30 ل 35 جنيه، اكتر من كده هيبقى غالي. اقصى حاجه جيبيه ب 40 جنيه تمام كده، فبجد من الحاجات الحلوه قوي، والجوهره الاقرب لقلبي. بس الاثنين حلوين، وقلت لكم بقى الاسعار وقلت لكم اي حاجه، قولوا لي حابين تشوفوا الفيديوهات الثانيه ايه. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم قوي قوي، بحبكم قوي قوي قوي، بموت فيكم. باي باي، واشوفكم في الفيديوهات الثانيه.